RSE, la responsabilité sociale des entreprises économiques. المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية. وقعنا اتفاقية مع الكريا مع سيمولا ومع سي شرف الدين عمارة مع اليوناب حول التعامل مباشرة مع الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات اللي هي تحت لواء هذه التنظيمات باش نمشي أيضا إلى استحداث قوانين خاصة بالاقتصاد الاجتماعي التضامني. لأنك لما أنت تكون عندك رأس مال موجود في القطاعات الاقتصادية ويريد تحقيق الانسجام الاجتماعي ببعد اقتصادي ماشي صدقات ماشي منح، هو رأس مال يعود يخرج داخل هذا القطاع حتى يحقق الاندماج الاقتصادي ويبدا يدور يدير وظائف شغل قيمة مضافة ويحقق ويجمع بين التنمية والنمو. دونك كلكو بار راح ندخلوا في 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 شغل جديد في أفكار جديدة وحنا ماناش الأولين فيها. أنا نقول دول عديدة وكنت نطالع على بعض التقارير عندي 10 أيام ناس انطلقت عندها أقل من 10 سنوات راه في 1,700,000 منصب شغل، يعني عندك قريب 10 ملايين واحد إذا كان نحسبوا العائلات تاعهم، ويحقق توازن واستقرار داخل النسيج الاجتماعي. فلذلك اليوم المسؤولية كبيرة على أعضاء الشبكة، وأنا جد سعيد أني نشوف وجوه ناس أنيس بن طيب والشباب اللي نعرفهم سي فيلالي وكثير من الشباب اللي هم قاعدين هنا في القاعة عادل عندهم مضمار طويل جدا، هم يشتغلوا غير فقط على هذه الحملات تاع المايند تاع الفكر تاع الفكر اللي يخلي الشباب تاعنا يولي مقاول يولي فاعل في العملية الاقتصادية. وهذا مهم جدا في خليني نمط التسيير الاقتصادي لبلادنا. لو موديل ايكونوميك دو لالجيري يولي فيه لو جون ان اكتور في تيسيو ايكونوميك. الوصول الى هذا يتطلب جهد عمل مثابرة إبداع ابتكار عمل جماعي ومشترك تفكير تقاسم التجارب الناجحة بيننا بين نظرائنا في أمريكا في الصين في الولايات المتحدة الأمريكية في بريطانيا في أوروبا بالدول الأوروبية في المنطقة العربية. احنا مفتحين على كل العالم خاصة في الشق الاقتصادي بما ينسجم مع الجزائر. القارة الإفريقية الآن أصبحت تقدم نماذج راقية. قد نتعامل مع الشبكة لدعوة تقاسم التجارب الإفريقية الناجحة في هذا المجال.